بلاتي شاب فيناي واش ديكلاريتو ما واخا يوقفوا معايا ما غيوقفوا وقفي تي وقفي او خلاك مضروبه والو تاجي تاجي مشاهد الكرام مباشرة معكم وسط المدينة واحد ضرب صاحبته القرعة على مستوى العنق مشاهدينا الكرام مباشرة معكم وسط المدينة يعني واحد الشاب ضرب صاحب الصديق ديالها القرعة العنق ديالها هادو ولا في الشمراش كما كتلاحظوا مشاهدينا الكرام في هاد اللحظات كيدخلوا رجال الامن وطني دابا تحي لا اموراجي هذا الشيء اللي قلنا له حنا وقفي ما بغاتش تادي راه سكرانه والله ما تحصل عليها يعني مشاهدينا الكرام هاد الشابه كتطلب المساعدة يعني وهي في حالة غير طبيعية كما كتلاحظوا ما بغاش تمشي للطبيب فين ضربها هو فين ضربت معنا الطاكسيات والله ما عرفتش بغاش تمشي تحوم كتفكر راه غتحمل المسؤولية ديالك صحتو هذه مشاهدينا الكرام واحد الشابة يعني في حالة سكر ضرب الصديق ديالها القرعة العنق ديالها غادي نحاولوا نلحقوا هاد الشابة نقدروا نساعدوها ان شاء الله يعني هي في حالة سكر ما بغاش الشابة في هاد اللحظات ركبت سيارة أجرة صغيرة يعني هي كما كتلاحظوا ما بغاش يهزها سيارة أجرة ما بغاش يهزها اختي عيط ل عيط للومبيروس ديك وي وانا نمشيو للدار نهزو لاكارت ولا خويا عادي تخبيش بالضبط بالضبط راه مكساوية ولكن عادي ان شاء الله معانا خويا الرودان وصاحبك اللي ضربك صاحبك باش ضربك باش ضربك ولكن دابا تيرا محلولة في وجهك خصك توقف لا ماشي هاني راه غادي حد شوية الدار غنهز فلوسي وغنمشي للسبيطار ولا صافي صافي هانية يعني الشابة كترفض انها تمشي كترفض انها تمشي للمستعجلات مشهد محزن يعني عما كيجريو هاد الشابات يعني حتى شي زيارة أجرة ما بغات تديهم المستعجلات لأنها يعني مضروبة ضربة عنقها يعني كما كتلاحظوا مشاهدينا الكرام مباشرة معكم وسط المدينة واحد غدر صاحبته بقنينة ديال الشراب العنق ديالها وتا سيارة أجرة ما بغاتش تهزها يعني رفضوا يهزوها يعني حتى اللي غادي يهز الشابة مضروبة عنقها يعني غادي يقلب على المشاكل هما طلعت مع السيارة البيضاء
مشاهدينا الكرام، نبقى ما يعجب يعني ضربة عنقيلة الشاب الغش عيال الرجال الأمن. يعني مشاهدينا الكرام، إلى هنا ينتهي هذا البث وإلى اللقاء.